ولكن غاية أحدهم من الجهل الذي فضحه الله به أنه في لقاء تلفزيوني كان مبتدأ تصحيح البخاري أراد أن يصحح اسم البخاري، يقول هذا الكتاب ليس مصنفه اسمه البخاري، هذا الكتاب اسم مصنفه جمعة محمد إسماعيل، لأنه مكتوب عليه جمعه محمد ابن إسماعيل. هكذا الجهل يا إخوان، هكذا الجهل. لكن هذا الجهل يبين الواجب علينا، من الواجب على طلبة العلم أن يتزودوا من العلم الأصيل وأن يحرصوا عليه وأن يمتلئوا منه وأن يحسنوا التفقه في معاني الكتاب والسنة ومعاني كلام أهل العلم، وأن يثبتوا على ذلك، وأن يبينوا للناس دينهم، وأن يذبوا عن حياضه، وأن يكونوا مجاهدين لله في أزمنة الفترة التي عمت وغلب فيها الجهل وطوي باستبساط العلم من كثير من منازل الخلق وتعدى على شرائع الإسلام وكتب أهل من تعدى عليه. فإذا لم يقم أهل العلم بهذا الواجب فمن يقوم به؟ وكلما زادت الفتنة بالحق زاد الحق قوة، والدين دين الله.